أنا ألاحظ في بغداد الآن اليوم نصبت السرادق من قبل السياسيين، أقول السياسيين نعم نصبت السرادق والعزاء وهذا الطعام الكبير، هذه أموالنا، من أين أتوا بها إلى من دخلوا الحدود بعد 2003؟ هم لا يملكون حتى أجرة السيارة التي أدخلتهم للحدود العراقية، ومنهم من أتى يلهث وراء الدبابة الأمريكية. اليوم انظر ماذا وصلوا، وصلوا بي بي بأموال كثيرة، بمصارف كبيرة، بي 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 يعني أموال طائلة، وصلوا إلى مراحل يعني وصلت مليارات، من أين أتوا من هذا؟ هل كان الحسين يملك هذه الثروة؟ لا يملك شيء سوى عائلته وبعض الخيم وبعض من أصحابه التي كان هم في الصف الأول معه. يا سيدي العزيز، اليوم ما هي إلا حيل على المواطن العراقي. ومن الآن أقول، من الآن بدأ الترويج الانتخابي لمجلس المحافظات، رغم عزوف المواطن العراقي عن الانتخابات، لكن أنا لاحظت من الآن الترويج الانتخابي لمجلس المحافظات التي هو تلمة كبيرة ستكون في هذا، وعزوف كبير أنا أعتبره. عزوف كبير سيكون في الشارع العراقي في مجلس المحافظات، لمجلس المحافظات، وهناك ملفات كثيرة يجب الوصول إليها ومعالجتها من قبل السياسيين الذين مع الأسف أخذوا كثيرا، أخذوا الأموال، أخذوا تطاولوا على المواطن العراقي، تطاولوا على حقوق المواطن العراقي. لازلنا نعيش في دوامة مظلمة مفرغة.